وفي السياق ذاته أكد المسماري أن القوات المسلحة الليبية سجلت دخول طائرات عسكرية قادمة من قواعد قطرية وتركية إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية. معنى هو طرد الإرهاب من هذه المنطقة. العدو اليوم لما خسر منطقة تمنهنت وخسر جنوب الكامل، اليوم بدأ يغازل في جنوب بالوقود والمواد الغذائية وغيرها وغيرها وغيرها، في الوقت الذي تمنع سيارات التموين أو الشاحنات التي تحمل السلع من الخروج من سرت باتجاه بنغازي. هناك حرب أخرى الآن معلنة، ولكن الشعب الليبي أقوى من هؤلاء جميعا وأقوى من المخطط القطري الخبيث الذي كان يطبق علينا واليوم فضح أمام العالم أجمع. نحن سجلنا في الماضي هبوط طائرات C-130 الأمريكية، طائرات نقل كبيرة جدا تهبط في قاعدة الجفرة آتية من تركيا ومن قطر إلى هذه القاعدة، كما سجلنا هبوط عدة طائرات أخرى في مصراتة وفي قاعدة معتيقة سابقا.